مشاهدينا أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية M24. أكد مشاركون في أشغال ندوة دولية نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا احتفالا بالذكرى 24 لعيد العرش المجيد، أكدوا أن المغرب أضحى في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس قوة إقليمية وازنة بفضل دبلوماسية قائمة على قيم السلم والتسامح والحوار. تفاصيل هذه الندوة نتابعها في هذا التقرير لشيماء باك. نتابع. المشاركون في الندوة المنظمة من قبل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا احتفالا بالذكرى 24 لعيد العرش المجيد أكدوا على أن المغرب أضحى في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس قوة إقليمية وازنة بفضل دبلوماسية قائمة على قيم السلم والتسامح والحوار. سيكون هناك وقوف عند أهم المحطات ومختلف الإنجازات الكبرى التي حققها جلالة الملك في خلال العقدين الماضيين والإنجازات التي والأوراش المفتوحة. تجربة محمد السادس كملك قاد المغرب، قاد المملكة المغربية بنجاح وكفاءة إلى أن تحولت إلى دولة ذات تأثير جهوي عربي إفريقي ودولي. هي ندوة استحضر فيها المشاركون التحولات الإيجابية والخطوات الجبارة التي حققتها المملكة في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرامية إلى جعل المغرب بلدا صاعدا. الحمد لله المغرب نجح باش يبرز الأهمية ديالو والوجود ديالو على الساحة الإقليمية والساحة الإفريقية والساحة العالمية. ومن المهم أيضا أن احنا نشارك ونحاول أن احنا يعني نلقي كلمة تعبر عن تقدم الحادث في هذه الأرض الطيبة، وأعتقد أن اليوم يعني هذه المناسبة الدولية هتكون فعلا بمثابة تتويج لمرحلة مرت وتمهيد لمرحلة قادمة. شخصيات دبلوماسية ووزارية مغربية وعربية عبروا عن فخرهم واعتزازهم بالتقدم الملحوظ والإصلاحات الجوهرية التي عرفها المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. إلى مدريد، حيث عقد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري عقد سلسلة من اللقاءات تمحورت حول بحث سبل تطوير علاقات المغرب مع المؤسسة الدولية في مجال تكوين الكفاءات للمهن الجديدة. تفاصيل هذه اللقاءات في هذا التقرير لهنا حاش. المغرب يبحث سبل تطوير علاقاته مع المؤسسات الدولية في مجال تكوين الكفاءات للمهن الجديدة. وفي هذا السياق قام وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات السيد يونس كوري يومي الأربعاء والخميس بمدريد بإجراء لقاءات ستساهم في بناء هذه العلاقات. مستقبل التشغيل ومستقبل الحركة الدولية لليد العاملة بصفة عامة، والدور ديال التكنولوجيا في التشغيل والدور ديال التكنولوجيا في إعداد المسارات ديال الغد، وهذه كلها كانت مواضيع ديال النقاش. اللقاءات جرى خلالها استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التكوين المهني، لا سيما بعد إطلاق برنامج مدن المهن والكفاءات. المغرب شريك منذ تاريخ طويل للمؤسسة الأوروبية للتكوين، ونحن نعتزم مواصلة هذا المسار، بالإضافة إلى تطوير مجالات جديدة للتعاون. المغرب وإسبانيا يعملان على تطوير علاقتهما في مجال التعليم والتكوين العالي، ولقائي مع الوزير أتاح بحث إمكانيات الترويج المشترك للمبادرات والمشاريع في مجال تكوين الكفاءات. وتم خلال الاجتماعات التأكيد على ضرورة الاستفادة من التقنيات الجديدة لإنجاح رهان تكوين الكفاءة في المغرب، والتأكيد على عزم الحكومة المغربية تزويد الشباب والكفاءة بكل الأدوات اللازمة لتطوير مسارهم المهني.
في موضوع آخر، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوز القجع بالرباط، قال إنه في ضوء الفرضيات المعتمدة فمن المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة المقبلة انتعاشا يناهز 3.7%. المزيد في هذا التقرير لهشام فرحان. خلال تقديمه عرضا حول الإطار العام لمشروع قانون المالية لعام 2024 أمام لجنة المالية بمجلسي النواب والمستشارين، توقع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوز القجع أن يسجل الاقتصاد الوطني انتعاشا يناهز 3.7% عوض 3.4% المرتقبة هذا العام. هي فرصة لنوضح الإطار العام الذي طبع تدبير ماليتنا منذ فاتح يناير إلى 30 يونيو، هو سياق دولي ووطني صعب، سياق دولي لأن الاقتصاد الدولي لم يتعافى بعد من نتائج أو من تبعات جائحة كوفيد، حتى تعرض العالم لضغوط أخرى مرتبطة بالصراع الروسي الأوكراني. وفيما يخص الميزانية، توقع الوزير انخفاضا في العجز الميزانيتي إلى 4% سنة 2024 في مقابل تسجيل التضخم مسارا تنازليا بفضل ما أسماه الوزير التدابير الاستعجالية المواكبة لتشديد السياسة النقدية. هذه التوقعات كلها يمكن حسب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي سنة 2024 ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد في الأوضاع المالية وتأثير شديد للسياسة النقدية. وطنيا دائما، أشرفت بعثة من الحجابة الملكية بمولاي دريزرون ومكناس على تسليم هبات ملكية لفائدة 1075 مستفيدا، والتي تهدف إلى مساعدة الأسر المعوزة والأشخاص المرضى وتقديم المساعدة لهم لمواجهة تكاليف المعيشة. سكينة مسوية في المتابعة. بمناسبة الموسم الديني لمولاي إدريس الأكبر، أشرفت بعثة من الحجابة الملكية على تسليم هبات ملكية لفائدة شرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. استفاد ما مجموعه 470 شخص من هذه الهبة الملكية بمولاي إدريس زرهون، كما أشرفت البعثة بمكناس على تسليم هبة ملكية لفائدة 605 من الأسر المعوزة والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدينة. تم توزيع مساعدات مالية وكراسي متحركة ونظارات طبية على أطفال يتامى أو منتمين لأسر معوزة ومحافظ لفائدة التلاميذ وملابس على الأيتام، وجرى ذلك في جو من الخشوع والابتهال مع تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية. هذه الانتفاتة الملكية تهدف إلى مساعدة الأسر المعوزة والأشخاص المرضى وتقديم المساعدة لهم لمواجهة تكاليف المعيشة. وبهذه المناسبة رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. الآن مشاهدينا إلى الأخبار الدولية، حيث شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه متفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي تنتهي مدتها مساء الاثنين القادم. نتابع تقرير أسامة الدودي. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي تنتهي مدتها مساء الاثنين القادم. أردوغان قال إنه تحدث مع بوتين ويستعد لاستقباله في الشهر القادم،
وبشأن الرسالة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى بوتين لضمان موافقته على التمديد، أعرب أردوغان عن أمله بأن تضمن هذه الرسالة تمديد ممر الحبوب مع جهود تركيا وروسيا المشتركة. وكان بوتين قد أكد أن الاتفاقية عجزت عن تلبية المطالب الروسية، ومن جهته قال الناطق باسم غوتيريش إن الأخير يريد إزالة العوائق أمام تصدير الأسمدة الروسية، وهو الشق الآخر من اتفاقية يوليوز 2022 التي ندد بوتين بعدم الامتثال لها من خلال إزالة العقبات أمام المعاملات المالية للبنك الزراعي الروسي. دوليا دائما تراجع معدل التضخم في الأرجنتين في يونيو الماضي إلى 6% ليسجل مؤشر أسعار المستهلك 7.50% منذ مطلع العام الجاري. باقي التفاصيل في هذا التقرير لشيماء باك. يكافح الملايين من الأرجنتينيين لتلبية حاجاتهم اليومية وتغطية نفقاتهم في وقت سجل فيه معدل التضخم السنوي بالبلاد 115.6% في شهر يونيو، وذلك بحسب آخر الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء. تراجع معدل التضخم في يونيو الماضي إلى 6% ليسجل مؤشر أسعار المستهلك 50.7% منذ مطلع العام الجاري لم يغير الشيء الكثير، إذ تعيش الأرجنتين على وقع أزمة اجتماعية واقتصادية من أبرز مظاهرها التضخم المنفلت. وكان التحكم في معدل التضخم أحد الشروط الرئيسية المدرجة في الاتفاقية المبرمة في مارس 2022 مع صندوق النقد الدولي لإعادة تموين ديون الأرجنتين. الإعلان عن معدل التضخم الشهري يأتي في سياق انتخابي حاسم، حيث يترشح وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا للانتخابات الرئاسية، وسيكون تدبيره الاقتصادي والمالي محط تدقيق سواء من قبل خصومه السياسيين أو الناخبين. نعود مشاهدينا إلى الخبر الوطني، حيث نظمت بالشاطئ الاصطناعي لبحيرة مارتشيكا بالناظور حملة تحسيسية حول تلوث المحيطات بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. نتابع روبورتاج رغدة قابوري. بالشاطئ الاصطناعي لبحيرة مرتشيكا بالناظور نظمت حملة تحسيسية حول تلوث المحيطات، والتي تأتي في إطار الدورة الرابعة من عملية بحر بلا بلاستيك لفصل الصيف 2023. الحملة كتحط الرحال ديالها بالجهة الشرقية بمدينة الناظور، وبالضبط في بحيرة مرتشيكا اللي كتعتبر واحد البحيرة اللي مصنفة دوليا كاتفاقية رامسار وذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية. الحملة المستمرة إلى غاية 15 من شتنبر المقبل تروم تحسيس الأطفال والشباب بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ والبحار ومحاربة التلوث البلاستيكي فيها. أشارك في حملة للتوعية بضرورة محاربة الأكياس البلاستيكية والتي يعد انتشارها مظهرا سلبيا يضر بالبيئة وبالحياة البحرية والبرية. هذا النشاط الذي تقوم به مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في هذا اليوم بخصوص في بحيرة مارتشيكا والذي شعاره بحر بلا بلاستيك، هذه العمليات تتم بتحسيس مجموعة من مؤسسات تعليمية بخصوص المؤسسات المنخرطة في المدارس الإيكولوجية. النشاط البيئي يأتي لتحسيس المؤسسات التعليمية لا سيما المنخرطة في برنامجي المدارس الإيكولوجية والصحفيين الشباب بالمخاطر التي تهدد البحار والمحيطات وبأهمية المحافظة عليها بالنظر إلى أدوارها الهامة في التخفيف من التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي. نختم مشاهدينا النشرة من مدينة سلا، حيث تم الإعلان عن الفائزين في الدورة الأولى لمباراة التصوير الفوتوغرافي والتي تناولت هذه السنة موضوع مشاهد من الحياة في سلا. نتابع. أعلنت مؤسسة سلا للثقافة والفنون بسلا عن الفائزين في الدورة الأولى لمباراة التصوير الفوتوغرافي التي تناولت موضوع مشاهد من الحياة في سلا، وعرف الحفل تسليم الجوائز لأصحاب الصور الثلاثة الفائزة. الصورة اللي التقطت واللي حصلت على مرتبة ثانية كنت التقطتها في عيد الفطر في مصلى ديال حي كريمة الشيخ مفضل، وكان واحد لو مومون كنت كنصور الدري من كان عاطيني بظهره في الاول
وواحد لقيتها دار عندي ما قالش لي صورني مي داك المومون بحال بعينيه قال لي صورني وداك المومون عجبني خديته. انا كنفضل انني ندير الصور بالابيض والاسود فهذه جاتني الفكره انني نشارك في هذه المسابقه. إلى جانب الصور الثلاث الفائزة انتقت لجنة التحكيم 30 صورة أخرى للمشاركين سيتم عرضها في معرض جماعي. عالية شارك فيها أكثر من 14 فنان مصور وحصلنا على ما يزيد من 100 صورة كلها تدور حولها في فضاءات سلا. المسابقة تروم إبراز سمات المدينة وحيويتها كما تعد من المبادرات التي تهتم بفن التصوير الفوتوغرافي بالمدينة. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد من الأخبار كالعادة زوروا مختلف منصاتنا الإلكترونية. إلى اللقاء.